وفي الطريق العام الوطنية حيث يقود أحد سيارته من سرينغر إلى جامو، وبصورة مفاجئة تفتح الصفصافة والأشجار المشهورة الطريق لمضرب لعبة الكركت على جانبي الشارع، فنرى المضرب بجميع أحجامه والذي ينتشر على الساحة العامة مثل الفطر. ونحن الآن في منطقة هولملا، والذي نرى فيها بأن كل أسرة مرتبطة في صناعة مضرب لعبة الكركت، حيث أن شجرة الصفصافة التي تنمو حولهم تقوم بتوفير الخشب بشكل وافر. وبالطبع فإن صناعة وبيع مضرب الكركت هو عمل تجاري للجميع. هنا يقوم كل واحد بهذا العمل، حيث تعمل ما يقارب 100 إلى 150 أسرة هذا العمل. ولكن لم يكن كذلك دائما، حيث أصبحت منطقة هولملا مركزا لصناعة المضرب الهندية بشكل خاطئ. ولكن بعد التقسيم فإن صانعي بضائع الرياضة في جوالهندر أصبحوا متعرضين للمشاكل، حيث أن جميع مزوديهم قد أصبحوا على الشطر الآخر من الحدود في باكستان، فهم كانوا يحتاجون إلى أخشاب صفصاف لصناعة منتجات بسرعة، فأدى بحثهم عن ذلك بمجيئهم إلى هولملا موطن الصفصاف أو وير كما تعرف هنا. في ذلك الوقت قدم أحد أصحاب الحرف اليدوية من الألعاب الرياضية البارزة هنا، وجلب معه ماكينة المنشار والديزل، ووجد العمال هنا أيضا، ووضع حجر أساس هذا العمل هنا. وفي البداية كان يقدم بالعمال الفنانين والمهرة من هناك لصنع المضرب والمقبض وجميع الأشياء، ولكن تدريجيا بدأ يعين الأطفال المحليين من هنا وبدأ العمل هنا. وتستغرق شجرة الصفصاف قرابة 15 سنة للنمو، حيث أن أنواع الخشبية تستخدم في صناعة المضرب. كما أن فصول الأخشاب تمر بمراحل عديدة، فإن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى أيادي معروفة في جميع أنحاء العالم، وهي تتلقى اللمسات الأخيرة بالزخرفة، وذلك عندما يتم وضع الممسك للأيادي على المضرب. ويتم بناء الممسك من الخيزران، والذي يتم جلبه من كيرلا وجزر أندمان، التي بإمكانها توفير القوة والمرونة للضارب بالمضرب على الكرة خلال لعبة الكركت، فهو بذلك منتج وطني حقيقي. يتم جلب هذا الخيزران من كيرلا لأنه فيه مرونة، وعندما يأتي كأس العالم أو بطولة هامة فإن منطقة هولملا تبتهج مرة أخرى، لأنها تعني عملا أكثر وتجارة أكثر. إنه يجعلنا مسرورين حقا، حيث تباع المضرب الذي نصنعه وتزيد مبيعاتنا. أما في أوقات الفراغ فإنهم وبالطبع يستغرقون أوقاتهم في لعبة الكركت.